السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من توب 10. اليوم راح نتكلم عن أفضل الألعاب المنظور الأول. هذه راح تشمل ألعاب فيها أسلحة نارية أو سحر أو سيوف. تم اختيار هذه الألعاب على حسب معدل مراجعاتهم في موقع ميتاكريتيك. في المركز العاشر هيلو 2. هذه اللعبة كانت أكثر لعبة على جهاز الإكس بوكس الأصلي نجاحا، خاصة في أطوار الأونلاين حقتها اللي وضعت الأسس اللي نشوفها في ألعاب الأونلاين، مثل نظام الماتش ميكينج ونظام الكلانات وتصميم الشعار حق كلانك. فغير طور الأونلاين الناجح، فهي باعت أكثر من 8 مليون نسخة، وكان الكثير يعشق تصميم الأسلحة في اللعبة لأن عندك أسلحة بشرية تقليدية مثل الرشاش والشوزن لكن شوي مستقبلية، بعدين عندك أسلحة فضائية غريبة مثل سلاح جايك على شكل قنفذ. الفرق بين الأسلحة البشرية والفضائية هو أن الأسلحة الفضائية كانت تكسر الدروع بشكل أسرع. برضو كان يمديك تشيل سلاحين بنفس الوقت، لكن هذا يخليك تضحي بدقة التصويب واستعمال القنابل، بس يعطيك إحساس بالقوة. في المركز التاسع هاف لايف. هاف لايف كانت أول لعبة لشركة فالف اللي يملكون منصة ستيم، وبتلعب فيها بالعالم جوردن فريمان اللي حاول يدخل مركز بحوث بلاك ميسا. اللعبة تركز على قتال الفضائيين والبشر، وبيكون عندك أسلحة مختلفة وألغاز كثير تحاول تحلها. على عكس الكثير من الألعاب في سنة 1998، فكان عندك الحرية الكاملة في التحكم بشخصيتك. اللعبة لما نزلت كسبت جوائز كثيرة، حوالي 50 جائزة لعبة السنة. الكل كان يمدح رسومها واسلوب لعبها الواقعي والقصة وأحداثها اللي تجذب، وتعتبر من أهم ألعاب المنظور الأول في التاريخ، ونزل لها إضافتين تحت اسم Opposing Force و Blue Shift. في المركز الثامن The Elder Scrolls V Skyrim. الجزء الخامس من سلسلة The Elder Scrolls، وأحداث القصة تدور حول دراغون بورن في مهمته لقتل أولدن The World Eater. خلال لعبك راح تنهي مهمات كثيرة وبتقعد تطور شخصيتك ومهاراتك. اللعبة طبعا بالمنظور الأول وعالم المفتوح، فمن الدقائق الأولى اللعبة بتفتح لك المجال في استكشاف عالم اللعبة كاملا. اللعبة معروف عنها أنها صدرت على كل الأجهزة، وآخر جزء لها كان على أجهزة الواقع الافتراضي. في المركز السابع The Orange Box. هو شريط واحد أصدرته فالف في سنة 2007، وكان يحتوي على 5 ألعاب من تطوير شركة فالف. 2 من الخمسة نزلوا من قبل لوحدهم، وهذولي هم Half-Life 2 والحلقة الأولى حقتها. 3 ألعاب الباقين ما قد نزلوا من قبل، وهم الحلقة الثانية من لعبة Half-Life 2، ولعبة ألغاز غريبة اسمها Portal، ولعبة أونلاين جديدة ذيك الأيام وهي Team Fortress 2. المثير في الاهتمام لنسخة ستيم والويندوز أنها تقدر تجمع معلومات عنك، مثل وين مت في اللعبة، وكم ساعة أخذت منك اللعبة حتى تنهيها، وأخيراً عدد جولات فوزك في Team Fortress 2. في المركز السادس GoldenEye 007. لعبة تصويب من تطوير فريق رير وإنتاج نينتندو. هذه اللعبة تعتبر واحدة من أهم ألعاب المنظور الأول في التاريخ، لأن كانت في نظرة سابقة بأن ألعاب المنظور الأول مو مناسبة للأجهزة المنزلية، لكن هذا الكلام تغير تماماً بعد نجاح هذه اللعبة، وصارت ألعاب المنظور الأول من أهم أنواع الألعاب على الأجهزة المنزلية. GoldenEye 007 حققت نجاح ضخم وباعت حوالي 8 مليون نسخة، وهي ثالث أعلى لعبة مبيعاً على جهاز النينتندو 64. في المركز الخامس بايوشوك. سلسلة بايوشوك مرت في مراحل مختلفة، لكن الجزء الأول من اللعبة حتى الآن هو الأفضل. بعد حادث طيران شخصيتك حصل نفسها في مدينة تحت البحر اسمها رابتشر. المدينة هذه مليانة أسرار وأشياء عجيبة تخليك تتعمق فيها أكثر وأكثر حتى تتعرف على الشخص اللي بناها ودوافعه. في المركز الرابع Half-Life 2. مثل الجزء الأول من اللعبة راح تلعب بشخصية جوردن فريمان، وبشكل عام اللعبة فيها نفس ميكانيكيات الجزء الأول، من نظام الدم حقها إلى الأسلحة، وتعطيك الغاز من كل فترة للثانية. لكن الجديد في هذا الجزء هو محرك اللعبة الجديد اللي اسمه سورس، وهذا قدم رسوم محسنة. اللعبة راح تبدأها بدون أي سلاح، ومع الوقت راح تكسب أشياء أكثر حتى النهاية. اللعبة صح خطية، لكنها مليانة أسرار ومناطق راح تفوتك خلال أول مرة تلعبها. في المركز الثالث Halo Combat Evolved. الجزء الأول من سلسلة هيلو العريقة، بدأ فريق بنجي في تطويرها في سنة 1997، وكانت بتكون لعبة استراتيجية، بعدين قرروا يخلونها لعبة بالمنظور الثالث، وأخيرا استقروا على لعبة تصويب بالمنظور الأول. ولما كانوا يطورونها مايكروسوفت شرط فريق بنجي حتى تصير لعبة إطلاق لجهازها الأول الإكس بوكس. اللعبة لما صدرت حققت نجاح كبير، وتعتبر بين الكثير كواحدة من أفضل الألعاب في التاريخ. من كثر ما هي ناجحة لفترة طويلة، الناس صاروا يسوقون للألعاب التصويب الثانية اللي نزلت بعدها بقاهرة هيلو. في المركز الثاني مترويد برايم. هذه اللعبة تم تطويرها من فريق ريترو الأمريكي ونينتندو على جهاز الجيم كيوب، وتعتبر الجزء الخامس من سلسلة مترويد بشكل عام، وهي أول جزء مترويد ثلاثة الأبعاد. واللعبة بشكل رئيسي كانت تركز على طابع الاستكشاف أكثر من القتال. راح تلعب فيها بشخصية سامس آرين بالمنظور الأول، وبنفس الوقت اللعبة تتحول للمنظور الثالث لما تتحول شخصيتك إلى كورة. غير القتال في اللعبة، فراح تحل الألغاز وتكتشف الأسرار في كوكب تالون. في المركز الأول Perfect Dark. نعم، هذه هي أفضل لعبة منظور أول على موقع ميتاكريتيك. هاللعبة من تطوير فريق غرير، وتستعمل نفس المحرك اللي استعملوه مع لعبة GoldenEye 007، لكنها محسن. اللعبة نالت إعجاب النقاد بسبب رسومها المذهلة في ذيك الفترة الزمنية، والذكاء الاصطناعي للأعداء اللي تواجههم.
هذا غير تواجد الأسلحة المستقبلية الغريبة فيها مثل القناص اللي خليك تضرب أي واحد حتى لو كان بينك وبينه 15 جدار. هذه كانت أفضل 10 ألعاب منظور أول، شاركونا بالتعليقات بأفضل ألعاب منظور أول لكم. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.